أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بشهادة مولانا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وكما عودتنا جامعة الكفيل في تقديم الخدمات إلى زوار أبي عبد الله الحسين خلال زيارة الأربعين بتقديم 3 وجبات طعام بوافع 3000 وجبة في وجبة الفطور و3000 وجبة في وجبة الغداء و3000 وجبة في وجبة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع القائمين على هذا الموكب، جميع الأخوة العاملين، وأن يحفظ زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وأن يقضي حوائج جميع بركة الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقيم جامعة الكفيل في كل عام خدمة لزوار أبي عبد الله الحسين في ذكرى زيارة الأربعينية وتقديم المأكل والمشرب، ونسأل من الله قبول الأعمال بالصلاة على محمد وآل محمد. قاعد أخدم زوار أبي عبد الله، هاي الخدمة شرفنا.